خير. لما اقول لهم معاكم مين؟ السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن ايمن. اول حاجه كيف ننزل؟ قول لهم وداعا ارتكت، وداعا اي حاجه. القصه مباشر للكره، مباشر للكره يا جماعه، واللينك تحت. دوسوا عليه، دوسوا عليه، دوسوا اكس اكس. انا هنزل الكره درو اكس 7 على حسب الكره اللي عندك. عندك 3 4 5 زي اللي عندك، 19 زي احداث. اوكي، راح مشغل الاكس 7 على الكره اللي عندي. مثلا انا راح اطلع مربع. خليكم في الشرح مع المعلم عبده. راح جاي دايس يلاقوها هنا في الايقونه دي. ايوه، اول واحده هتظهركم الايقونه دي، يدوس عليها. يلا، هي كلها مبصه. اول حاجه تكون بنفس التعليمات دي. انت عايزه عندك يو اس بي، عندك كاب يو اس بي زي اللي عندك بقى. لازم مشينا على التعليمات دي كويس. تخليه بتوص وتخليه نفس التعليمات دي كويس. انزل تحت. ونفس التعليمات انزل تحت. استنى عشان انا هروح على المكنه. بصوا ركز، يلا دوس. لا شغل، خليهم يشوفوا البتاع. بصوا، وداس على امر سنت. هات حتى هات فرهات من التفريغ. شدش من المكنة. اهو، يلا قول لهم وداعا ارتكت، وداعا فليكس، وداعا قص من الكرة على طول. معاكم ها اصغر صناعي في البلد.